أهلا بك سيدة نادية، مدام، صباح النور. هل تؤكدون يعني في تسريبات تقول يعني مغردون يعني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنه تم سحب مبلغ 350 دينار جزائري من حساباتهم البريدية، وتسريبات تقول بأن هذه العملية من أجل تجديد بطاقات البطاقة الذهبية هكذا، هل تؤكدون أنتم هذه العملية؟ نعم. يعني اليوم لاحظنا يعني ان بعض الصفحات الاجتماعيه خاصه في فيسبوك والاشخاص ينشرون يعني هذا الخبر بانه يعني بنك الجزائر قام بسحب هذه المبلغ يعني 350 دينار جزائري من كل حساب الجاريه سي سي بي، ويصفون يعني بان عمليه سرقه وليست يعني ما فهموش انها عمليه يعني العمليه في بنك الكدر يعني. ولكن في الحقيقه هذا المبلغ يعني هو التعريفه يعني باكس الناتجه عن الاشتراك في خدمه اصدار البطاقه النقديه الالكترونيه التي تتمثل حاليا في البطاقه الذهبيه، وذلك وهذا الاشتراك صالح لمده عامين. ويعني ما تقصدون وكما لمده عامين سيتم اقتطاع مبلغ 350 دينار جزائري، يعني كل شهر سيتم اقتطاع 350 كل دينار. عامين يعني كل عامين هو صالح، مده الاشتراك عامين 350 دينار، مده الاشتراك وعامين يعني دوزون عامين. ممتاز. ويعني يساجو ياتي دو لابليكاسيون يعني تدي تاريف دو لابليكاسيون تاريف دي زابونمون بيانيال دو سيرفيس افيك لا ديليفرونس دو لا كارت مانيتيك فيكسي ا 350. هذا يعني هو متعلق بالدوك ليكزيكوتيف يعني دو 14 2299 دو 27 دوحه ذو الحجه 1435 كورسبوندون 21 اكتوبر 2014، يعني اللي يحدد يعني لي تاكس دي سيرفيس دالجي ريبونس، ويعني تطبيقا للدكري يعني الصادر يعني في 21 اكتوبر 2014. وعلى اي اساس تم ربما تحديد هذا المبلغ 350 دينار جزائري؟ هل هو ربما وكم تكلفه البطاقه الذهبيه؟ هي 350 دينار جزائري تكلفة البطاقة، هو الاشتراك 350 صالحة لمدة عامين. ونغتنم يعني الفرصة أنه يعني ندعو الزبائن يعني نغتنم هذه الفرصة يعني اللي مازال ما تقدموش يعني لطلب البطاقة الذهبية في هذا السياق، يعني ندعوهم إذا سورتو اللي وصلتهم يعني رسائل نصية القصيرة عبر التطبيق، باسكو وضعنا التطبيق عبر لمتابعة طلبات البطاقات الذهبية عبر الإنترنت، ووضعت يعني مؤسسة تحت تصرف زبائنها يعني خدمة تتبع مختلف مراحل التشخيص والتصنيع وكذا توزيع البطاقة الذهبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني تاعنا تاع www.post.diz، ويدخل يعني في الفضاء المخصص للذهبية أو من خلال الاتصال برقم يعني 30 15. وثاني وندعو سورتو لهذوك اللي وصلتهم يعني الرسائل القصيره عبر هذا التطبيق، باسكو التطبيق هذا يرسل بصفه كل ما يعني صدرت ووصلت يعني البطاقه يرسلهم يعني رساله قصيره اس ام اس، وذلك للتقرب الى المكاتب البريديه قصد استلام هذه البطاقه الذهبيه لما توفر هذه الاخيره يعني من خدمات عبر الشبابيك البريديه الموزعه الاليه وفضاء الانترنت وتطبيق الهواتف النقاله وكذا، يعني في القريب العاجل ان شاء الله تجهيزات الدفع الالكتروني في المستقبل القريب ان شاء الله. ومن فائده ربما هذه البطاقه الذهبيه يا سيدة نادية؟ ما الفائدة؟ الفائدة يعني هي هذه يعني سي با كوم ما الذي يمكن يعني اليوم زبون لما يروح يستلم البطاقة الذهبية وش يقدر يدير بها؟ هي خدمات في تيمو، هي خدمات يعني تقدم هذه يعني تقدم عدة خدمات مثل عبر الشبابيك السحب والدفع يعني عبر الموزعات الآلية عبر يعني فضاء الإنترنت، يقدر يعني يخلص بها للماء والغاز وكذا، يعني تيشارجي لو كونت الموبيل تاعو أريد حاليا، وسوف يعني حنزيد ان شاء الله لزوتخ زوبيراتور وكذا، يعني كي يروح في القريب العاجل يعني القريب ان شاء الله راح كي يروح يعني للشوفاس يقضي يعني في الكروند شوفاس وعند الكوميرس في انتظار مباشره البيع الالكتروني دو بروندغ مع يدي معاه يعني المال وكام يعني يدي معاه البطاقه ويقدر يعني يسدد بها يعني ليزاشان تاعو في انتظار يعني تفعيلها. إن شاء الله. سؤال أخير سيدة نادية، يعاب ما يعاب عليكم ربما في هذه الضجة التي أثيرت حول هذا العملية هو أنكم لم تقوموا بإبلاغ، يعني ما كانش في بلاغ رسمي للزبائن بأنه سيتم اقتطاع هذا المبلغ من أرصدتهم. ما
مدام في هذا يعني هذا يعني القانون هذا في الدوكري هذا خرج في 2014 وحنا يعني في البيرو بوستو كامل درنا دي زافيشاج كي تدخلي تلقاي دي زافيشاج كي ديري التحويل شحال كي ديري غوتخي شحال كي دوموندي لاكارت شحال كي ديري باغ اكزومبل دوموندي لو كود تاعك شحال هادو يعني هذه كومينيكينا عليها انا كومينيكي على هذا يعني درنا ضجة يعني كبيرة يعني في اون كومبان دو كومينيكاسيون يعني لكن المفروض يعني قبل ان ربما يتم اقتطاع مبلغ 350 دينار يعني كان المفروض انه سيتم ادلو بانه سيتم اقتطاع هذا المبلغ مدام كي تكومونتي يعني كي المواطن يعني كي يروح يدوموندي لا كارت تاعو على الانترنت يخرج لك لو كونتخا هذاك فيه كامل الاخر هذه يعني المعلومات هذو وانت باغ اكزومبل المواطن اللي راح يطلب يعني عبر الانترنت يكون جاه سواء الى كسبت ولا الى نكسبت با الو سي اوتوماتيكمون كونتي لا دوموندي لا كارت تاعو اترافير لو بورتاي ويب دالجيري بوست بريفي بوست بوست دي زيت اوتوماتيكمون يخرج له هذا باسكو ما تقدريش دوموندي لا كارت تاعك بلا ما تقراي هذاك لو كونتخا هذاك وفيه حطينا في كل شيء فيه كل المعلومات وهل رأيتم كل الفئات العمريه لزبائنكم لانه فيه يعني زبائن ما يعرفوش اللي يحسنون ربما استخدام التكنولوجيا شوفي يا مدى احنا هذه البطاقه هي يعني موجهه لكافه المواطنين دون استثناء يعني ويعني هذه صح يعني اي يعني كما نقولوا زعما حاجه جديده وكامل هذاك لو ان شاء الله وبشويه بهذيك لا كومينيكاسيون بالمساعده تاعكم تاع بيان سور الاسر الاعلاميه ان شاء الله يعني نقدروا يعني هذو نفورميهم بلوس ما بور لي زاديغي تسمى ليتيليزاسيون هذه لا نوفيل كارت ان شاء الله باسكو هذه لا كارت هذه تسمح لهم بخدمات اوسع واكثر من البطاقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك سيدة نادية بوترون المكلفة بالإعلام ببريد الجزائر.